إحياء الذكرى الثالثة لسبعة عشر ديسمبر شهدوا كما كان متوقع غياب المسؤولين الحكوميين، لكن في المقابل تم تنظيم مهرجانات خطابية من عدة أحزاب وذلك بطريقة مستقلة، وترفعت عديد الشعارات، شعارات منها الثورية، واللي تذكرنا بأحداث 17 ديسمبر 2010 والمطالب الأساسية في وقتها هي الشغل، حرية، كرامة وطنية. لكن ومن بين الشعارات اللي ترفعت اليوم كذلك نلقاو شعارات حزبية. ثم حضور شعبي، حضور من الشباب رغم حالة المرارة اللي تعيشها الجهة، لأنه ثلاث سنوات بعد الثورة ما تحقق لها حد شيء وما تحققش لتونس حاجة كبيرة باستثناء حرية التعبير اللي جابتها الثورة وهديتها الثورة للشعب التونسي وهديتها للطبقة السياسية. ثم حضور إيجابي يدل على أنه شرارة الثورة ما زالت حية. اليوم تقريبا ثم هناك تيار المحبة أتى بروح المحبة، ونشطاء تيار المحبة من مختلف جهات الجمهورية أتوا لمصافحة أهالي سيدي بوزيد في عيد ثورتهم وعيد ثورة التوانسة الكل. اليوم المناضلين في شق والموالين للسلطة في شق، المصرين على استكمال أهداف الثورة في شق، الذين يقولون أن الثورة قد غدر بها واختطفت في شق، والذين يصفقون كما تعودوا التصفيق في زمن بن علي، لأنهم هم بيدهم اللي صفقوا بن علي وهم قاعدين يصفقوا تول للترويكا الحاكمة. الاحتفال بالذكرى الثالثة ل 17 ديسمبر شد حضور عدد من الوجوه السياسية البارزة واللي تحدثت عن رمزية هالذكرى، كما رجعت كذلك على غياب الرؤساء الثلاث واعتبروا أن الرؤساء ماهوش مرحب بهم في سيدي بوزيد. احنا تربينا اللي يعطي كلمته يوفي به، والحكومة هذه بالمنظومة 23 أكتوبر معناها حكومة أخلت بتعهداتها، وعارفين مش يجيوا الهندي للجهة وأهالي الجهة باش يطلبوهم بالتزامهم بالوعود اللي أعطاه، والوعود ما التزموش بها. هالناس هذو ما كانوش موجودين أيامات الثورة إطلاقا، والشارع متاع سيدي بوزيد يعرف أنه ما كانش نهضاوي ينزل أيامات 17 ديسمبر وما بعدها. الناس هذوما جو ظهروا إلا بعد أن نطمئنوا على أن بن علي رحل، وعلى أنهم هم اللي راهي الاستعمار العالمي توا أباح ورقتكم ليستعملها. سيدي بوزيد بعد ثلاث سنين من الثورة يجمع المشاركين في هذه الظاهرة على أنه ما تبدل شيء بين قبل الثورة وبعدها، خاصة على مستوى المشاريع التنموية، بحيث ارتفعت مؤشرات الفقر والتهميش والبطالة، باش تتواصل كما هكا معاناة ولاية سيدي بوزيد في انتظار وعي السلطات بما تعيشه هذه الولاية.